تعال اقول لك وين ابو العبد غايه. تعال، انا صار لي زمان ما بنزل شيء. تعال اقول لكم ايش عندي. عندي قهوه اكسبريس طحن مباشر. انا بما اني مغرم بالقهوه، فالقهوه عندي خط احمر طحن اكسبريس جميع انواع القهوه. شوفوا لي هالقهوه هلا. شيء على الاول، وهون عندي قهوة طحن. هلا بدي اطحن لأم العبد. هلا مش شوي خبرتني، بس ما بدي اطول عليكم بالفيديو، اخلط خلطة قدامكم. قهوة العيد يعني غير شكل من عند ابو العبد. وبالمرة نزلنا ضيافة العيد، في انواع ما بتحمل عيفة هيك شوي لانه الجو شوب، حطينا بالبراد. هون كمان ضيافة، هاي ضيافة وسط، هنيك فرجتكم اياها تقيلة. وبالمرة يعني هون عملنا قسم غذائية مثل ما لكم شايفين. حول معي هون على البراد مكسرات النية، كله شيء مثل الذهب. شوفوا لي هالجوز، هلا قلب الجوز ذهب احمر. هون عندنا مشاريب طبعا، بس هذا البراد يعني انا بفتحه باخذ انتعاش منه، بروده مكيف هذا. وهون عندنا الموالح، طبعا في تشكيله لسه اكبر من هي، تشكيله قهوه وشاي، هي مشروبات سخنه يعني. طبعا حلويات، انا من زمان كنت في المقدمه، هلا هون حبست باخر المحل. هي شغل اليوم، هلا طالعت تقريبا الساعه 5، هلا صار لها ساعه طالعه باذن الله. لوقت ما اسكر الله بجبره. طبعا في تحت، صور لي تحت المعمول بالتمر برازي، وفي انواع تانية كنت ناوي عليها بس يمكن ما راح الحق، لذلك ما راح احكي عنها. طبعا العش البلبل، سلمت اكثر الطلبات، باقي هدول طلبين هلا راح اسلمهم. هذا الفيديو مشان تعرفوا وين ابو العبد غايب، يعني كنا ديكورات وما ديكورات، كله عم يشتغلوا في ايدنا يعني، لانه الافكار اللي اجتني ما عجبتني. فهيك انتوا اعطوني رايكم في الديكور اللي شفتوه عند ماكينه القهوه، اكتبوا لي بالتعليقات.